انت متهيألي في حفلة المدرسة بيقولوا انت كنت بتغني خبيني في إذاعة المدرسة. اه وريق أداء المدرسة. اشمعنى خبيني؟ معرفش. يعني المفروض ده طفل يغني حاجة مفرحة. الموضوع ده له قصة. ولا ايه؟ لا ده له قصة. طب احكي لي. عايز أقول لك أنا شفت صورة ليه من يومين كده كان مزايا ضحكتني جدا. كان لابس حاجة غريبة جدا وقال لك أمي كانت دايما بتخبيني بنشا ما تحسدش. هو كان بيتريق طبعا. هي دي مرحلة الفساد ولا اللي بعديها؟ لا ده بعد كده قلعت النضارة بعدها بشوية. في قاسية بعد كده. اه جبت نضارة قاسية. ايوه. انا كنت نرد جدا لحد ما الله الله لا النردانة باينة في النضارة ما شاء الله. قال لك ماما كانت بتخبيني من الناس عشان ما تحسدش. طب كمل. ايه فانا كنت نرد لحد ما دخلت الثانوية عامة. تمام بدأت بقى ايه عارف انت احساس ان انت طلع لك شنب؟ اه فعايز تحس الشنب ده يعني عاطف. اه فانا طول عمري كنت بألقي شعر وبقول بقرا قران في الاذاعه المدرسيه وكنت طالب مثالي وبخش مسابقات وبرتب على الجمهوريه. محمود الليث رجع لكم يا جماعه. اه فرحت فاتح القميص ورحت رايح. ف الميس بتاعه الاذاعه المدرسيه كانت ما بتحبنيش خالص. يعني كانت شايفه ان انا مثال للطالب السيء. المهم مدرسه البنات اللي جنبنا مدرسه عربي عاديه. اه انا حكومه عادي. مدرسه البنات اللي جنبنا جايين يعملوا تبادل اذاعات مدرسيه. الله. تمام. وكان فيهم بنت انا كنت معجب بيها. ده فيلم الناظر قوي. اقسم بالله. كنت معجب بيها في ابتدائيه. تمام. وشفتها واقفه بقى جت الاذاعه ده امتى بقى ده؟ ده في اعداديه ولا في ثانوي؟ ده في ثانوي. انت بقى افتكرت ان انت كنت بتحبها في ابتدائي. فجاه شفتها ما تقوليش ان هي دي مراتك دلوقتي. لا لا مش هي. لا لا خالص. انا مستني اصل تحط تجيب لي حاجه اوفر. لا 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 دي تبقى فرشه واسعه قوي يعني. فالمهم ايه البنات هيجوا يعملوا عندنا الاذاعه المدرسيه وبعدين يروحوا يعملوا زي ايه ميتنج بين الاذاعتين طول اليوم يوم رياضي وبتاع ونقعد نتكلم وبنام. فانا قلت ايه لا انا لازم بقى احضر الميتنج اللي بعد كده ده. فايه رحت لاصحابي وبتاع انا عايز اخش الاذاعه النهارده عايز اخش الاذاعه النهارده مفيش. فالمهم كانوا عايزين حد يغني. تمام. فواحد صاحبي اسمه محمود اليماني وواحد تاني اسمه محمد السخري ببعت لهم احلى سلام. لسه موجودين لحد دلوقتي معاك؟ لسه موجودين ولسه اصحابي لحد دلوقتي. دكتور محمود اليماني وبشمهندس محمد السخري. قالوا لي ده هم عايزين حد يغني. قلت لهم بس انا اللي هغني. فراحوا للميس بتاعت الاذاعه قالوا لها الليسي صوته كروان وهو ده اللي هو ده اللي ناقصنا. فهي على مضض كده قالت خلاص ماشي هاتوه وهي ما بتحبنيش هاتوه. فالمهم بدا اليوم وبتاع وانا قاعد بقى ايه بسبل طول الوقت كلاسه يا كلاسه يا كلاسه. شكله اتغير شويه هنا هنا بقى قاسي شويه. لا ده كان في ابتدائي. ده كان قبل المرحله اللي خدت بالك من الاغراء. في اغراء كده في الصوره طبعا في سن كده. فالمهم جت بقى الفقره اللي هي بتاعت ايه البنت هتطلع تغني من هنا والولد هيطلع يغني من هنا وهيشوفوا مين صوته احلى. يعني زي مسابقه صغيره كده. فالبنت طلعت قالت ام كلثوم ونتعت. الله. نتعت جامد. وانا طالع انا اصلا مش في دماغي ولا عايز اغني ولا انا كنت عايز اروح اشوف البنت من الاخر. المهم فطلعت دلوقتي مع الفقره الغنائيه مع الطالب محمود الليسي. رحت طالع انا مش عارف اغني ايه. تمام. ساعتها كانت نازله الاغنيه بتاعت خبيني بتاعت مصطفى قمر وما كنتش حافظها. تمام. تعرف الدخول بس هي بس جت يعني. ايه هي اللي جت في ساعتها يعني. رحت ايه طالع ماسك المايك. لا وريني على المسرح طبعا. اطلع على المسرح. ايوه طبعا تعالى هنا صحيح. ده هيقول خبيني. انا عايز اشوف الدخول. انا مش فارق معايا الاغاني. دخلتك صغيره. انا مش فارق معايا الاغاني. انا مستني اشوف الدخول بتاع الطالب. من هناك بقى حوده. منين؟ من تحت خالص. هما يندون والبص الميس اهي الميس هتقدمك اهي. والان مع الفقره الغنائيه تقديم الطالب محمود الليسي. طبعا هي البنت مثلا قاعده هنا انا بغني كده. المفروض انا اغني كده بس انا بغني كده. فقلت خبيني خبيني بس مفيش في حضن قلبك ولا فيش اي حاجه خالص بعد كده؟ نسيت بجد؟ انا قلت كده والله معلش نسيت هقولها تاني. رحت لافف خبيني خبيني من برد الليل
واحميني في حضنك نسيني نسيني. المهم يعني مش عايز يعني والله برافو اطول لك الموضوع. سيبك من الصوت انا بقى اول المهم بيغني فمثلا كررتها ثلاث مرات او اربع مرات وطبعا في صريخ ضحك يعني طبعا. فالمهم الميس اللي هي ما كانتش بتحبني جات لي كده قالت لي ليسي اطلع على فصلك ودور على حته تستخبى فيها مني عشان جايه لك من الاخر خلاص كده مستقبله ضاع. يعني كان احساس عره قوي قوي.